استراحة الظهيرة مع ياسمين خريجي. مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استراحه الظهيره. اليوم رح بنسلط الضوء على اخبارنا الفنيه العراقيه تحديدا ومشاركه عراقيه عربيه صراحه نحن نفتخر بها بهاي الاعمال العراقيه لما هي بتطلع خارج الحدود ويتم تكريمها او حتى يتم تسليط الضوء عليها ان كان عربيا او عالميا. مشاركات عراقيه في الدراما العربيه صراحة كتير حلوة واليوم رح نحكي عنها أكتر وأكتر. من خلال موضوعنا هذا أنا حبيت أسألكم سؤال ضمن فقرتنا التفاعلية، شو هي أكتر المسلسلات والمسرحيات العراقية القديمة يلي بتحبوها يلي بتحبوها وبتعتبروها هادفة وكانت بتحمل رسالة للمتلقي يعني للمشاهد؟ هاي مسلسل صح مش مسرحية، اللي بيكون معاه رسالة وبيقعد يتأتأ. بعرفها تحت موسى الحلاق، وبعرف بيبان، سبع بيبان او كذا وسبع بيبان، هاي كلها كانت تطلع معنا ضمن برنامج استراحة الظهيرة. ما بعرفها، لكن بده نعرف انتو شو كنتوا تحبوا مسرحيات ومسلسلات عراقية قديمة لحتى يتم عرضها من خلال برنامج استراحة الظهيرة ضمن فقرتنا اللي رح تكون مع الدراما القديمة او الاغاني القديمة. اكيد مقارنة احنا بنعرف انه زمان كانت الاعمال نوعا ما هادفة اكتر، لكن ما زال في اعمال حديثا يعني صراحة تستحق انه نحن نحكي عنها وانه نحن يكون في إلها مساحة ضمن برنامجنا. اكيد هذا كله ضمن فقرتنا الفنية، لكن فقراتنا الثابتة هي اخبارنا المحلية والاخبار الصحية وحدث في مثل هذا اليوم. بداية الاخبار المحلية.
وسهلا فيكم مشاهدينا، ومن فقرتنا مع الأخبار المحلية ننتقل لفقرتنا المنوعة، وبداية مع الأخبار الصحية. زيت اللافندر الأفضل في القضاء على التوتر. البعض بيسموه زيت اللافندر والبعض بيسموه بزيت الخزامة، وأكيد فيه كتير فوائد صحية أهمها القضاء على التوتر العصبي، بالإضافة إلى تخفيف ألام الظهر وتخفيف الألم بشكل عام يعني، وتطهير فروة الرأس والجلد وتعزيز الدورة الدموية وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي. أكد الباحثون أن فعالية هذا النوع من الأعشاب تضاهي فعالية عقار اللورا زبام، وهو دواء رائد يستخدم لعلاج القلق والتوتر العصبي، وأكيد هو فضلا عن فوائده الأخرى بالقضاء على حب الشباب ومنع الانتفاخ وتحسين عملية الهضم. كما يمكن أن يستخدم زيت اللافندر على هيئة كبسولات، ويمكن استنشاقه أيضا لعلاج نزلات البرد والسعال وتخفيف التوتر، ويصيب القلق والتوتر العصبي الملايين حول العالم. فرغم تقدم التكنولوجيا المذهل اللي نحن بنعيش بهذا الحاضر، والذي كان من المفترض أن يجعل الحياة أسهل من ذلك، إلى أنه فعلا ضاعف أعباء التفكير والقلق لدى الكثيرين. هاي البرومو لفيلم اسمه شغالتنا أرجنتينية، شغالتنا يعني الخادمة، شغالتنا أرجنتينية. نحن عم بنحاول إنه يكون معنا أكيد المخرج العراقي، رح يكون معنا عبر الهاتف أكيد المخرج العراقي حامد صالح، لكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار شباب إنه هو مقيم بالإمارات، والإمارات بعدنا بساعتين، يعني نحن بالأردن الساعة عنا 1:30، الساعة بالعراق 2:30، الساعة بالإمارات 3. أنا بعرف إنه ساعتين يعني على هوا، مش ضروري تروح على دبي عشان تعرف هاي المعلومة. طيب، استقبلت دور العرض السينمائي في الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر أكيد الفيلم الجديد شغالتنا أرجنتينية من سيناريو إخراج حامد صالح العراقي، ويجمع في بطولته فنانين من الإمارات وعرب أكيد، ومن بينهم عبد الرحمن الزرعوني وأحمد خميس، يوسف الكعبي، ميرفت نصر، ديفا رياشي، أحمد فيصل، مروة راتب، أحمد الركابي، أكرم العيسوي، وياسمين منصور. وأنتجت أغنية خاصة للفيلم يؤديها الفنان محمد السالم، وكتب كلماتها الشاعر حسين الميالي، ولحنها علي صابر أكيد. رح نحكي أكثر عن التجربة، خلينا نقول الإخراجية العراقية في هذا الموضوع، أنت ما كان معنا المخرج العراقي حامد صالح، أنت ما يكون معنا على الاتصال. بس نحن أنا بتذكر إنه لما اتفقنا معه قلنا له بتكون معنا على الساعة، حكينا بتوقيت العراق، لكن عشان ما يصير خربطة إنه أرجع أكدوا عليه إنه يعني عن جد نحن بالأردن شيء، بالعراق شيء، وبالإمارات شيء، هذا كله لأنه نحن بنقدم وبنرجع بالساعة أكيد. هلأ الحلو في الموضوع إنه الأعمال العربية صارت، يعني خلينا نقول الأعمال الدراما صارت عربية، بتلاقي مشاركات من الشام ومن الأردن ومن العراق وواوا إلى آخره. هاي أمور كلها يمكن كان سببها هي بعض الخلافات السياسية اللي بتمنع بعض الدراما في دولة معينة إنها تقدر تنتج، أو خلينا نقول تنفذ هذا العمل على أرضها، لأنه في شوية مشاكل، فبتلاقي بيكون التنفيذ في بلد آخر، وبناء عليه بيكون في مشاركة من كتير كادر عربي، إن كان بالإخراج أو بالسيناريو أو بالتمثيل أو بالتصوير وإلى آخره أكيد. هلأ نحن مش عم نقدر نحصل المخرج حامد صالح، لكن هو رح بيكون معنا إن شاء الله خلال ثواني، لأنه إحنا قرد رتبنا معه. طيب أوكي، صار معنا على الاتصال المخرج العراقي حامد صالح، أهلا وسهلا فيك سيد حامد، كيفك؟ عم تسمعني؟ كيفك انت على الهوا معنا؟
حبيبتي هلا ياسمين. اهلا اهلا، شو اخبارك؟ الله يخليك، اشكرك. كيف علو لي صوتي بليز شوي. يعطيكم الف عافيه اكيد سيد حامد صالح. ويعني انا عم بقول للدراما العربيه اللي صار فيها مشاركه من كل الدول العربيه، ان كان بتيم التمثيل او بالاخراج او بالسيناريو والى اخره، يعني شيء كثير حلو صراحه. كان صعب او كان سهل انه في اختلاف ثقافات واختلاف لهجات في العمل سيد حامد؟ والله ياسمين، الدراما العربية غزيرة وثقافتها عميقة وجذورها قوية من سنوات طويلة، يعني نعم، على مستوى المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما. موضوع اللهجات ما عاد في عائق، لأنه بعد التطور التكنولوجي والشبكة العنكبوتية والساتلايت، يعني صارت اللهجات مفهومة للجميع بكل البلدان. صحيح، فهذا أمر سهل، عملية التواصل ما بين اللهجات العربية على مختلف أنواعها ومختلف مواقعها. نعم صحيح، فما لقينا صعوبة بهذا الموضوع نهائيا، الحمد لله. الحمد لله. سيد حامد، كان في خلينا نقول سوسبنس قبل عرض الفيلم، يعني انتم شوقتوا الناس انه راح يكون في مشاركه لنجوم عالميين مثل شاروخان والى اخره، وبعدين يعني هيك شوقتوهم اكثر للناس لتحضر. كيف كان الاقبال على الفيلم؟ والله لغاية اليوم الخامس على التوالي الفيلم يعرض بصالة العرض صحيح بدولة الإمارات وبسلطنة عمان ودولة البحرين ودولة الكويت. حلو، فكان الإقبال جيد والحمد لله. أما موضوع النجوم العالميين، شاروخان احنا شاركنا الممثل الأردني صحيح أكرم العيسوي اللي هو شبيه شاروخان، واللي كانت شخصيته بالفيلم هو امتحان شخصية شاروخان للإيقاع بالفتيات اللي يشتغلوا ببيوت الأغنياء بالمدينة بأبو ظبي. نعم شخصيته نعم. كوميك شوي لكن هي جادة جدا، لأنه شخصيته غريبة، فهو منتحر ونصاب. حلو، يعني الفيلم كان روحه كوميدية لكنه هادف، يعني في رسالة معينة بيحملها الفيلم. هو فيلم المسج مالته يقول انه اللي عايشين بكراهيه ومتحاربين فيما بيناتهم، شوفوا الناس كيف عايشه بحب ووئام وسلام في مدينه اخذناها نموذج احنا عالمي، اللي مدينه ابو ظبي. صحيح، اللي تضم اكثر من 200 جنسيه واكثر من 200 لغه واكثر من 200 ثقافه واكثر من ديانه، لكن الكل شو فيهم منسجمين. نعم، تحت مظله واحده، بودقه واحده. جميل، الحب هو سمة العيش بسلام فيما بيناتهم. صحيح صحيح، حلو كتير. احنا دائما بنقول انه ان كان المخرج او الفنان او المذيع او الاعلامي دائما هو بيحمل ضغط كتير كبير لحتى ينقل رسالة ايجابية اكيد للمجتمع، ان كان من خلال الشاشة او من خلال مثل ما انت قلت الشبكة العنكبوتية. اكيد بدي اسألك بس شو في لقدام سيد حامد؟ والله ياسمين احنا اكيد ما بدينا حتى نوقف، بدينا حتى نكمل مشوار ان شاء الله، والحمد لله تكلل المشوار بالنجاح، وهو صار لنا دافع لحتى نقدم عمل ثاني ان شاء الله. وحاليا بنجهز بكتابة النص للفيلم الثاني. نعم حلو، بنفس الوقت احنا دراكم ونتابع عملية عروض السينمائية وشغالين على اعلانات الفيلم وترويج الفيلم. حلو، بشكل مستمر وبشكل يوم. حلو حلو، يعني نحن كتير مبسوطين فيك اكيد سيد حامد. يعني الله يسعدك. هذا كان بمجال الدراما والسينما، بمجال الكليبات في شيء جديد؟ والله الكليبات وكان المفروض ان اشتغلنا الكليب الخاص بالفيلم محمد السالم. صحيح، اللي غنى اغنية الفيلم. نعم، والكليب اعتمد على مشاهد الفيلم والميكنج اوف، واعتمد على الريد كاربت حفل العرض الاول للفيلم، وهي طريقه جديده في الكليب احنا سويناها بدون ما نتعب المطرب ويكون حاضر ويانا بال حلو بالفيديو كليب. نعم، اعتمدنا هذا الموضوع بالفيديو كليب، اما ككليبات للمطربين ما اتصور انه راح تنعاد الكره. عظيم عظيم، يعني احنا كثير مبسوطين فيك، ونحن من واجبنا انه نسلط الضوء على هيك اعمال واكيد شخصيات مؤثره عراقيه ان كان داخل او خارج العراق. يا ريت لو كنت معنا بالاستوديو، لكن اقامتك في الامارات يعني نحن مبسوطين حتى لو كانت من خلال عبر الهاتف. اكيد شكرا كثير لك سيد حامد. شكرا شكرا لك، شكرا القناه،
وشكرا لمتابعين القناة ولمؤدين البرنامج. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. كان معنا المخرج العراقي حامد صالح يلي هو أخرج فيلم شغلتنا أرجنتينية، هو موجود بدور العرض لكن مبدئيا هو بالأردن وبالعراق لسه مش موجود، لكن نحن شفنا قديش الإقبال مثل ما خبرنا سوري منكم مثل ما خبرنا السيد حامد انه الاقبال كان كتير حلو. الفيلم هادف واكيد هو كوميدي، ونحن هلا يعني صرنا عم بنميل للكوميديا لانه خلص بدنا نضحك شوي، عرفت يعني نروح نحضر فيلم ما بدنا كمان يعني نشوف احداث شوي هيك يعني تغم على قلبنا. فبعتقد انه الفيلم رح او هو على الاغلب كتير حلو، وان شاء الله انه يصح لنا نقدر نحضره. اذا كان مش بدور العرض بالسينما رح نقدر نحضره بس ينزل ويصير افيلبل على الانترنت اكيد. فشكرا كثير للمخرج حامد صالح، واحنا بنتمنى له كل التوفيق من برنامج استراحه الظهيره. كان جو على بالي شباب، لا كان جو على بالي في شيء بعيني، كان جو على بالي نسمع اغنيه محمد السالم اللي هي الخاصه بالفيلم. احنا لازم نطلع فاصل لكن لا مش راح ابكي، مش يمكن ما لحقنا صراحه انه هي تكون معنا بالحلقه، لكن راح نروح لفاصل غنائي ومن بعدها مشاهدينا راح ننتقل لفقرتنا التفاعليه. خليكم معنا كثير حلوه اليوم موضوعنا، نحن اخذناه من خلال فقرتنا الفنيه وبدنا نسالكم شو هي اكثر الاعمال العراقيه الدراميه المسلسلات والمسرحيات القديمه يلي ما زال لهلا قد ما بتحضروها ما بتملوها ولا بتزهقوها وبتحبوها كثير كثير، وباعتقادكم انه هي كانت هادفه وبتحمل رساله ايجابيه للمتلقي يعني المشاهد اكثر من الاعمال الحاليه، او ما بدنا نزعل حدا منها حالي ومش حالي، لكن شو هي الأعمال الدرامية اللي بتحبوها القديمة لحتى يتم عرضها من خلال أكيد استراحة الظهيرة. معنا اتصال؟ من مين الاتصال؟ مرحبا سهلة مرحب كيفك؟ يا أهلا يا أهلا، تحياتي للكادر جميعا وكل الأصدقاء، واليوم ما شاء الله منورة. الله يسعدك يا رب، تسلم، تفضل. كثيرة هي المسلسلات والمسرحيات العراقية المتميزة والهادفة والتي لا أعتقد أنها تتكرر، ولكن أبرزها بالنسبة لي هي مسرحية الدبخانة والتي عرضت عام 62 شو اسمها؟ من تلفزيون بغداد على ما أتذكر، ولم يشاهدها جيل الشباب الحالي لقدمها وكانت هادفة ورسالتها حب الوطن والاعتزاز به، حيث قال المرحوم أستاذي وجيه عبد الغني نخلة من نخيل البصرة ما أبدلها بكل بقاع العالم، طبعا على الوطن العربي. حلو. كذلك الذئب وعيون المدينة وبيت الطين ومسلسل التيتي، وهناك قول كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا يرمى بحجر فيرمي أطيب الثمر. حياك الله على شكراً. هذه المواضيع الحلوة شكراً. والجميلة والممتعة والتي تدل على الذوق السليم والثقافة والرقي، وكل الأمنيات السعادة والصحة لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلأ بس بدي ترجعوا تعيدوا لي الأسماء اللي حكى ليها. أول واحدة، في واحدة حكى ليها أبو درة اللي هي إشي والمدينة، الدبة النسر وعيون المدينة هذا مسلسل، والدبة خانة شو يعني؟ بيصنعوا فيها الجلود. واخر وحده ما بعرف. طب حلو، عشان احنا نحفظهم ونركز عليهم، وصراحه انا ارجع واشوفهم بلكي بنقدر نحن نعرض منهم لقطات ببرنامج استراحه الظهيره، لانه على ما يبدو ومثل ما قال استاذ ياسر انه هي مسلسلات او حتى مسرحيات لن تتكرر وكانت فعلا هادفه اكيد. محمد طارق بيقول مرحبا ست ياسمين، أني برأيي أنه أفضل مسرحية كانت هادفة وبتحمل معاني هي مسرحية الخيط والعصفور، المسرحية العراقية التي كان يذكر فيها الكثير من يذكر فيها الكثير من الأمثال العراقية المستوحاة من التراث العراقي الأصيل، وشكرا لكم على هذا الموضوع الجميل. طارق أو مش طارق، محمد إذا كنت عم تحضرنا قلنا شو هي بعض الأمثلة يلي انذكرت بهاي المسرحية، والله يمكن أنا الخيط والعصفور مبلا
أخذناها كتير برنامج استراحة الظهيرة يعني، على ما أذكر. حلوة هي على ما أذكر، أنتوا بتستخدموها. طيب سامر، يمكن الجنابي الدجاني، ما بعرف الجنابي. السلام عليكم ست ياسمين، أكثر مسرحية عجبتني هي بيت الطين لأنها كوميدية وجميلة جدا. هل أنا ما عرفت أقرأ الاسم لأنه كاتبها بهاي الأحرف اللي هيك عرفتها، عشان هيك أنا مش عارف أقرأ اسم العيلة، مش لأني ما بعرف عيلة الجنابي. ولو حجي إحسان. مسرحية بيت الطين أنها كوميدية وجميلة جدا، تحياتي، شكرا كثير لإلك. مريم من الجزائر بتقول بونسوار حبيبتي ياسمين، عمري ما شفت أي مسلسل عراقي، أتمنى لهم التوفيق، بس غنائهم روعة ويعجبني بالزاف. أي بيعجبها بالزاف الأغاني العراقية. الأغاني العراقية يا جماعة عم تنتشر بطريقة مش معقولة. شو عم بيصير يعني؟ هي اللهجة يعني، ولا شو، ولا 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 الشجن، ولا المأساة، وإيش في يا جماعة؟ كل ما أروح على مكان بلاقيهم حاطين أغنية عراقية حزينة، و يا الله الأغنية موتتني كتير. حلو إنه الأغاني العراقية عم تنتشر، لكن إحنا بدنا أغاني عراقية فرايحية يعني، عرفتوا؟ حبك يدق في الراس فرايحية. هيك بيحكي بالأغنية. طيب شكرا كتير لك يا مريم، بما أنك عم تسمع أغاني عراقية يعني أنت عشان هيك بتحضرينا وبتفهمي علينا، أساسا أنا بحكي عراقي. أنه أنت فاهمة علينا بما أنك أنت من الجزائر، ومبسوطين فيك كتير 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 بالزاف. أحمد محمد الصروحي، السلام عليكم، تحياتي لك ست ياسمين، أكثر مسلسل حلو عراقي دار إشي، ومسلسل بيت الطين، وماضي يا ماضي أحبهن جدا. ماشي، دار دور في هيك شيء؟ أنا بعرف دار وبيبان وخمس بيبان، أو اللي حكى لي عليها أبو دين. بيت، ما هو قال دار، شو بعرفني، بيت وخمس بيبان. طيب معتز الزيدان، ياسمين السلام عليكم، أكثر مسرحية عجبتني هي مسرحية بيت الطين وهو مسلسل مسرحية بيت الطين وهو مسلسل كوميدي هادف وممتع جدا. مسلسل ولا مسرحية؟ استنى يا زلمة، مسرحية ولا مسلسل؟ هو مسلسل بيت الطين، الكل عم بيحكي عليه، انتبهت؟ فاليوم بدنا نحضره بعد البرنامج لنشوف شو قصة هالمسلسل وليش الكل عاجبه وحابه، يعني على ما يبدو انه فعلا هادف وجميل. زيدون بيقول زيدون، رح أقرأ الاسم العيلة وإذا غلط صحح لي. البلو، البلو اسم العيلة، لا بس هيك باء ولام وواو. طيب زيدون أهلا وسهلا فيك، أنت من الموصل يا ميت، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم، مرحبا ست ياسمين، تحياتي لك وللمخرج، لكل كادر قناة سامراء، برنامجكم كلش حلو وأنا من متابعين البرنامج، بس أحيانا يصادف عملي وقت ظهور البرنامج. سلامي للجميع. زيدون من الموصل، تعجبني مسرحية الخيط والعصفور، ونحن كمان مين أيضا من الموصل، فرحان معنا من الموصل، أهلا وسهلا يا فرحان. على مرحبا يا أهلا وسهلا. عندنا فرحان وسعيد بيحكوا معنا على البرنامج، كيفك يا فرحان؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك، الله يعافيك. الحمد لله، ان شاء الله دائما تكون فرحان يا فرحان. ان شاء الله ان شاء الله بودودك. الله يسعدك يا رب. فرحان، شو اكثر المسرحيات الله يبارك اللي بيك بتحبها، او المسلسلات العراقيه القديمه؟ والله المسلسلات النسر وعيون المدينه. النسر وعيون المدينه، حلو. يعني هو نعم. كوميدي ولا دراما اكثر؟ لا كوميدي. عظيم، حلو. طيب انت بتعرف مين ابطال هذا المسلسل؟ تعرفوا انتو؟ والله عيون المدينة قديم هو، قديم. طب خلص فرحان، ما بدنا نعجقك بالسؤال. فرحان نعم، نحن رح نشوف بلكي بنقدر نعرض بعض المقاطع من هذا المسلسل بحلقات استراحة الظهيرة لحتى تكونوا مبسوطين. نعم. أكثر. أوكي. شكرا فرحان، شكرا بابا. شكرا لك. شكرا فرحان، وشكرا للاتصال أكيد. طيب أبو شهاب بيقول مسرحية بيت وخمس بيبان، بيت وخمس بيبان هاي اللي أنا حكيت عنها قبل شوي. محمد العراق بيقول السلام عليكم، أكثر مسلسل حبيته بيت الطين، هو موحي القديمة، هي موحي القديمة، مش كتير قديم هذا المسلسل يعني على ما يبدو. أنا راح مخي إنه أبيض وأسود، لأنه في مسرحية ما بقى في أي واحدة من اللي ذكرناهم، بس هي أبيض وأسود اللي بيكون حامل فيها رسالة، بيكون حدا عنده مساف تحت موصل حلق ولا حدا ذكرها. طيب عن جد ياسمين،
ياسمين، ممكن نحكي عن أسباب تزايد حالات الانتحار وما هي طرق الحد منها؟ عاد احنا كيف بدنا نحد منها؟ يعني نفوت على مخ، يعني واحد واصل لمرحلة الانتحار، يعني هذا واحد جاهل. مانع احنا حكينا عن موضوع الانتحار، مانع العجيلي، يا صباح النور واهلا وسهلا فيك ابو شهاب العجيلي. العجيلي اوكي، العجيلي ابو شهاب الراشدي، شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. وسام العبيدي شكرا، ونحن بشرفنا صداقتك اكيد. اما بالنسبه لفاضل البازي، كلهم اصدقاء جداد بالصفحه، اهلا وسهلا فيكم. وعلي الافندي الخزرجي، يا صباح النور ومساء النور، والله يجعل صباحك رضا ايضا. وشكرا كثير لمشاركاتكم الجميله اكيد اليوم بحلقتنا. بعتقد ولا ما اعتقد، اعتقد ولا ما اعتقد، طب في اتصال بناخده بعديها، يمكن نحن صار لازم نروح لفقرتنا حدث في مثل هذا اليوم. وايضا بدي اقول شكرا لكثير ناس هم ما بيشاركوا بالصفحة، ما بيشاركوا بالكومنتس، لكن هن اوريدي عم بينضموا للصفحة، وانا كثير مبسوطة فيكم حتى باعجابكم على البوست او على الصفحة. ايش الاسم؟ اياد، اياد يعني. اياد كيفك يا اياد؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الله يسلمك الله يوفقك، والله احنا مشتاقين لكم، نحب البرنامج هذا، ودنا يعني بس نسمع ننتظره مرات يعني على اعصابنا لحظات لحظات. تحبك السعادة ان شاء الله دائما يا اياد. احكي لي شو رايك موضوع حلقتنا لليوم؟ ما جاي اسمع شو الشبكة مو شيء. اليوم احنا موضوع حلقتنا انه شو هي المسلسلات العراقية القديمة او المسرحيات اللي انت لهلأ بتحب تحضرها؟ ما جاي اسمع والله. ما عم يسمعني، ما اياد ما عم تسمعني؟ طيب اياد، هو انت مش كنت عم تسمعني لانه عم تسمعنا من التلفزيون، وانت اوريدي رافع علينا الخط، فلازم لما تحكينا من الهاتف تنصي صوت التلفزيون. زيدون البلو بقول لي شكرا لك ست ياسمين، صحيح قرأتي اسمي، اهلا وسهلا فيك ونحن تشرفنا فيك، وانا بكره بطل عليكم بحلقه جديده، الى اللقاء.